أن نواصل محطتنا الإخبارية وإلى قطاع التربية. استجابت أغلبية المؤسسات التربوية المتواجدة على مستوى القطر الوطني للإضراب الذي دعت إليه نقابة لكنابست اليوم، حيث بلغت نسبة الاستجابة أكثر من 80%. إضراب أثار استياء التلاميذ، خاصة أنه يؤثر بالسلب على مستواهم الدراسي. ليليا داود ونسيم الوافي. لقي الإضراب الذي دعت إليه نقابة الكنابيس استجابة واسعة من قبل مختلف الأطوار التعليمية الثلاثة، حيث لقيت نسبة الاستجابة أكثر من 80% في الطور الثانوي، في حين اختلفت نسبة الاستجابة في باقي المستويات. في الطور الثانوي النسبة تفوق 81%. في الطور المتوسط تتغير من ولاية إلى ولاية أخرى. لدينا بعض الولايات نسبة الإضراب تصل حتى 80%، كاين البعض 50، البعض 49، البعض 20 إلى آخره، لكن المتوسط نقدر نقوله حوالي 45%. تكرار وتكرار أوقفنا إضرابات لأجل التزامات وتعهدات، لكن عدم تجسيدها نحن نراه هو عدم إعطاء أهمية لقطاع التربية الوطنية وعدم إعطاء أهمية للأستاذ. إضراب نقابة الكنابيس أثار استياء التلاميذ، خاصة وأنهم في فترة الفروض من جهة، واقتراب موعد الامتحانات من جهة أخرى. ما كنعرف الله ما مليح، كاين بروبليم بالأساتذة والوزارة، هما موفروها بيناتهم، ماشي لازم حتى يدخل التلاميذ، هي مطفرة على غير التلاميذ، خاطر هما بدا يزيدوا لهم ولا ينقصوا لهم. الإضراب لخاطرش كاين عاد ندخلوا تراكموا كاع علينا الدروس. عندنا شغل حيدروه لنا ضربه واحده وهذه ما تساعدناش. بين مد الوزاره وجزر نقابات التربيه، يبقى التلميذ هو الضحيه الاكبر في معادله اضرابات لا حل لها. وفي ذات السياق، صرح مسعود بوديبه مكلف بالاعلام على مستوى نقابه الكنابيست ان الدعوه للاجتماع الذي دعت اليه وزاره التربيه الوطنيه يوم الاربعاء القادم لم يفصل فيه بعد، حيث اكد بوديبه ان قرار تلبيه دعوه وزيره التربيه الوطنيه نوريا بن غبريط سيتم الفصل فيه بعد المشاورات التي ستجمعه بباقي النقابات للفصل في القرار النهائي. نسيم الوافي. وجهت لدينا دعوة لحضور اجتماع مع النقابات يوم الأربعاء على الساعة 2:30 مساء. نحن هذا القرار سوف يناقش على مستوى المكتب الوطني، ومشاركتنا من عدمها سوف تحدد لاحقا. وحول هذا الموضوع يلتحق بنا سيد نوار العربي المنسق الوطني بنقابة كنابيس. أسعد الله صباحك سيدي. صباح الخير سيدي. بداية، حرب الأرقام بينكم وبين الوزارة، كم بلغت نسبة الاستجابة للإضراب وطنيا؟ هو الحقيقة أنه التعليم الثانوي كان أكبر نسبة، ثم تليها التعليم المتوسط، ثم الابتدائي، ونحن الآن بصدد التوسعة، يعني رانا في بداية الطريق من أجل أن تنتشر النقابة على المستوى تاع المتوسط ولا الابتدائي. نعم. بالنسبة للثانوي تتغير من 65 إلى 96% في بعض الولايات. بالنسبة للمتوسط بين 20-30%. نعم. وبالنسبة للابتدائي من 10 إلى حوالي 25%. نعم سيدي. نوريا بن غبريط سارعت لتهدئة الأوضاع عبر الدعوة لحوار الأربعاء، هل ستشاركون؟ والله لو يعني قراءة هذه القراءة المتواضعة لنا كمنسق وطني، لو كان بيد السيدة الوزيرة إجابة لمطالب، على الأقل يعني بعض المطالب، ليست ممكن ليست كلها، نعم، لكان أجدر بها أن تستدعي النقابة التي في إضراب الآن. نعم سيدي. تستدعي النقابة التي هي في إضراب، يعني نقابة كنابيس، ثم تقدم لها الحلول التي بيدها حتى يتوقف الإضراب. أما أننا ننتظر إلى يوم الأربعاء ونحن في إضراب والإضراب في انتشار، لم نفهم يعني ما جدوى لقاء بعد 3 أيام إضراب. نعم. لو كان لديها ما تقدمه فعلا لكانت استدعتنا قبل الإضراب أو أثناء اليوم الأول من الإضراب
حتى نضع حد لهذا الإضراب الذي يضر بالأساتذة ويضر بالمدرسة ويضر بالتلميذ. نعم سيدي، بالحديث عن المطالب، ما هي المطالب التي لن تتراجعوا عنها ولن تتنازلوا عنها؟ ليس هناك مطلب نتراجع عنه. نعم. ممكن بعض المطالب تؤجل إلى حين. أذكر مثلا هناك مطالب، مثلا فتح ملف التقاعد من 2003 لم يفتح إلى اليوم. نعم. ليست السيدة الوزيرة الآن هي المسؤولة، نحن نتعامل مع مؤسسة جمهورية، مع وزارة وليس مع أشخاص. مثلا المنح اللي نقول عليها منح الجنوب، هناك منح منحتها الدولة الجزائرية، مثلا منحة الأوراس ومنحة الثورة. نعم. منحت للمناطق هذه مقدارها 10% من الأجر القاعدي. نعم. تحسب على أساس الأجر القاعدي في الستينات اللي هو في سنة 66 في حدود 1000 دينار يعني. ف10% هي 100 دينار يعني 10000 فرنك. نعم سيدي. تغير، سمحي لي تغير القانون في شبكة الأجور، تغيرت في سنة 90 وأصبح الدخل المتوسط هو 10000 دينار. لكن هي مازالت في 100 دينار. نعم. بعد 2008 أصبح الأجر هو 2000 حوالي 30000 دينار وهي ما زالت في 100 دينار. المطلوب من الحكومة تكون لها الجرأة إما أنها تلغيها مثلا. نعم. أو تحسبها كما تحسب كل سنة مالية، تحسب على أساسه الضرائب. ضرائب تمشي مع التطور تاع الأجور والمنح تبقى في سنة 66 من القرن الماضي. نعم نعم سيدي. سيدي يعني في حال عدم تجاوب الوزارة الوصية مع مطالبكم، كيف ستتحركون؟ ما هي الخطوة القادمة؟ والله نحن لسنا لا نملك قانونا ولا أي يعني لا نملك من الناحية القانونية إلا اللجوء إلى الإضراب. فنحن مدفوعون إلى الإضراب دفعا. لماذا؟ نعم. لأنه نجتمع والسيدة الوزيرة تصرح أنه التقينا لمدة 500 ساعة اجتماع، وربما الاجتماع تاع يوم الأربعاء راح يزيد في العدد تاع الساعات إذا لم نصل إلى حلول. نعم. فمن الأجدر ألا نجتمع، لأنه الاجتماع هو تعطيل لعمل الإدارة إذا كان موش من أجل حل المشكل. نعم. ونحن كنقابة ليس لنا السلطة في توقيف الإضراب إلا إذا رجعنا للمجلس الوطني وقاعة الأساتذة وعلمناهم بما أتينا به من جديد. قال مثلا محضر فيه مكاسب، ربما طلبنا 100% نلقاو 50% في هذه، نلقاو 20% نعم. في هذه، نلقاو أمل مفتوح في هذه إلى آخره. نعم شكرا لك. نعم. ممارسات الإدارة، ممارسات البيروقراطيين في الإدارة خلتنا الآن لا نثق، لأنه كم من محضر تم التوقيع عليه مع الوزارة ولا يؤخذ بعين الاعتبار في التطبيق. نعم. يعني يسمحون لأنفسهم بالتوقيع على أمور وهي لا يريدون تطبيقها في المستقبل. نعم شكرا لك سيد نوال.